السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح إلى العاصمة بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، وهتتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة مع رئيس الصيني شي جين بينغ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية اللي بتشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين. للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد كبير من زعماء العالم. وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات، حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية. ولدى وصول سيادته للعاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين.